ننتقل إلى موضوع آخر. الرسم أسلوب تعبيري عن مشاعر فياضة ولمسات فنية جذابة. لحسن من برج بوعريريج هو واحد من سخر كل موهبته في خلق لوحات فنية مبدعة. نتابع التقرير لحسام الدين بن عثمان وشهين الزيزوي. مدينة راس الواد بولاية برج بوعريريج لحسن حداد، وفي غرفته المتواضعة هذه أبدع في رسم البورتري الكلاسيكي، وهو نوع من الرسم الذي يتعلق بالشخصيات مبتعدا عن كل ما هو إيحائي أو تخيلي. البورتري الكلاسيكي هذا اللي نحب نرسمه أنا ديما يتخصص في رسم الأشخاص ويبتعد عن تخيلات وخروج على الواقع. سما واش راهي تشوف عينك دير. بدايته مع الرسم كانت أثناء أدائه للخدمة الوطنية، حاول اجتهد فأبدع، ولم يمنحه عمله كصيدلي من صقل موهبته وتطويرها، بل كثيرا ما يسارع للقلم حينما يحس بالاستياء أو الضيق. البداية تاعي كانت في السيرفيس ناسيونال، في الخدمة الوطنية. ثم كان جماعة عاونونا وفي نفس الوقت بوساونا بها كما نقولوا بان تروداو رسمه هنا نديجاج فيه نقولوا نديفولي بليزير. ديما كل ما نكون عندي ستريس عندي القلقة نجي القلم والورقة. لحسن حداد هو عينة للآلاف من الشباب المبدع في الجزائر رغم نقص الإمكانيات ونقص الاهتمام من المراكز المختصة.